أهلا يا كيك، يا مساء الخير والعافية والحب والجمال والسعادة وكل الأشياء الحلوة وتتمنوها على عيونكم الحلوة. غطيت اليوم أنا من الصبح، يمكن نزلت لكم بوست وطفرت ماكو، هي الغطة غطة. كان شوية عندي ضيوف، التهينا شوية وياهم ويا الكتاكيت، بين ما يغسلون وبين ما ياكلون وبين ما نلعب وياهم وبين ما تحس الوقت دا يركض. وبعدين نمت، خذت لي غطة حلوة، ما أدري، أحس الجو ما يساعد حقيقة على الطبة والطلعة، هيك يحب بيت، أحس الجو بيتوتي. على كل حال إن شاء الله تكونون تمام. توني طالعة من الحمام نعيمة شهودة، غسلت شعري أوكي، وشسورت شوية، ضربت شسور بسيط، وقلت لازم أحكي وياكم بموضوع كلش مهم، كلش مهم حقيقة. بنات، يمكن من فترة أني ما مسوية توتوريال على الشعر، ما حاجيت لكم أي شيء يخص الشعر. يمكن تقريبا صار لي خلينا نقول 5 أشهر بعد هذا الفيديو حيخلص. شوفوا بنات، كثير من الكيكات يسألوني شهد ليش ما تحكينا عن الشامبو اللي قاعد تستخدمي. شوفوا أنا صارت وياي قصة، يمكن شوي رح أطول عليكم بس تحملوني ما يخالف. تذكرون آخر مرة زرعت بها حواجبي، قلت لكم شنو الأشياء اللي صارت وياي وشنو السلبيات وشنو الإيجابيات. من السلبيات بوقتها اللي ذكرتها قلت لكم شعري قام يوقع بطريقة مخيفة، يعني صار عندي تساقط يخوف، كلش كلش تساقط. طبعا هذه تصير الحالة عندي، عند غيري ممكن ما تصير. مثل ما قالوا لي شعر الحاجب راح يوقع وبعدين يرجع يطلع، أنا ما وقع نهائيا ولا شعراية. نرجع لرباط السالفة، الشعر. شعري كل شوية شغلات استخدمت له تقريبا صار لي 5 أشهر ما حكيت لكم عن أي شامبو إلى علاقة بالشعر. ليش؟ لأنه قلت لكم أني حتى يمكن قسم الماركتينج ما تيجي هواية وكلاء، يجون يردون أعلن عن شامبو معين، عن كونديشنر، قلت لهم نهائيا. شلون وأني شعري أصلا تعبان ودا يوقع ودا أداري بصراحة من الفيتامينات، من الزيوت اللي أحطها، الشامبو 3 مرات بدلت. بعد الزراعة مباشرة قالوا لي تستخدمين شامبو طبي لمدة 2 شهر، والشامبو الطبي وقع لي شعري أبشركم. فرجعت لي النقطة الأساسية اللي رحمة الحمد لله قبل شهر رجع استقر شعري ورجع العافية. تشوفوا الحمد لله والشكر، حتى ما حطت لا كوكيز ولا فتشي. ليش؟ لأنه رجعت للشامبو اللي كنت استخدمه بالبداية واللي انتو كلكم تحبوه. يعني بعد تجارب كلش طويلة رجعت لنقطة الصفر اللي هو شامبو. بعد هذا الفيديو نرجع لشامبو ريميا اللي هذا حقيقة ما أتوقعك بنية استخدمته وقالت ما حلو أو ملطاني النتائج اللي أريدها. يعني بعد 5 أشهر مختفية ما حكيت لكم عن ولا شامبو، وقلت هي هاي بنفس الوقت خليني أعتبره تبديل للشامبو اللي أنا دا أستخدمه، لأن تعرفون الشامبو لازم يتغير بين فترة وأخرى، كل 8 أشهر، كل 6 أشهر على حسب. فبدلت وغيرت واستخدمت وا 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 وا، رجعت لي ريميا اللي هو هذا اللي معظمنا حبيناه حقيقة. للي أول مرة يشوفون ويشوفوني أحكي عن شعري وجمال شعري والتساقط اللي خف الحمد لله، هذا السبب. هذا أحلى شامبو يمر بحياتك كلها. يعني أنا كل شوية شغلات جربت شامبوات، وايد تجيني يعني عروض عن شامبو، أقول لهم لا خليني أرجع شعري، خليني أستعيد حيويته، يلا أقدر أحكي. وبصراحة ما حسيت إنه أكو شامبو والمني غير هذا، هذا الشامبو الجميل اللي يجي ويا الكونديشنر هذا مالته. شوفوا بحجم كبير جدا، وأيضا السيروم العجيب اللي بعد ما تطلعين من الحمام لازم تستخدميه. وعندنا الحمام زيتي هذا تستخدمي مرة إلى مرتين بالأسبوع، وأيضا عندك الكريم مالته. شوفوا هاي المجموعة الكاملة لازم تجربيها، عمرها خسارة دا ما تجرب، والله العظيم عمرها خسارة دا ما تجرب أي بنية هذا الشامبو. وإلى الآن ما شفت لي فد كومنت سلبي أو بنية قالت لي شهد مناسب شعري أو ما لقيت عليه نتائج حلوة. هذا من أحلى شامبوات اللي مرون عليك. طبعا أنا مو بس شامبو ريميا
حقيقة رجع لي حيوية شعري كثير من الزنك. أيضا شوفي كيكتي الحلوة، من ضمن الشغلات اللي لازم أيضا تكون عندك هو يجي باكج كامل. هذا اللي هو مو سيروم، لأنه السيروم عادة يكون زيتي. لا شوفوا هذا مال تساقط من ريميا، كلش حلو، تخليه بشعرك وما يحتاج أصلا تأخذين شاور. ليش؟ لأنه ما يزيت، مو دهني، تمام؟ يعني خليه بشعرك ومع مساج شوية للفروة وعيشي حياتك. أيضا ساعدني، وأيضا الزيت الأفغاني للأمانة ساعدني. وأيضا شنو بعد؟ أكو هذا القميص اللي أخذه همين من الشغلات اللي ساعدتني. يعني أحكي لكم التجربة اللي أنا مريت بيها، فكانت كلش كلش صعبة علي. بعد زراعة الحاجب حتى ذات تلاحظوني ما قمت أحط الكوكيز، قمت شو أسوي؟ أحط هاي إدارة التطول، أحط هاي الطباقات الإكستنشن، فلأنه هو شعر تعبان وأخلي عليه كوكيز ما يمشي الحال، تمام؟ وأيضا هذه مال يومي هم كلش حلوة، شوفوها استخدمتها، جاب ليها علي بيوتي شوب، هم حطوها من ضمن الأشياء، متسلة الشعر تعطيكم نتائج حلوة. فقلت لكم الإكستنشن قمت أحط هاي الطباقات أريح وأحسن. قلت من استعيد حيوية شعري أقدر أحط الكوكيز، لأن ما تقدرين تحطين كوكيز على شعر تعبان، مستحيل، يعني مش حيبقى بيه الشعر أصلا. فالحمد لله والشكر رحمة، يعني أقدر هسا أحط لي كوكيز، أقدر مثلا أرجع أعيد فعالياتي، لأن الحمد لله الحمد لله النتائج اللي حصلتها على الشامبو مال رمروم الحب جنن جنن، وما أفكر أغيره. يعني حتى إذا أفكر أستبدله ما أدري، أشوف لي فد شي لازم يكون أقوى من عنده. فكلش حبيته وأكيد مناسيتكم. وعاد إحنا يا بنات مقبلين على سنة جديدة، مستحيل شهودة تنساكم بالعروض الحلوة. حشيت ويا الوكيل سوالكم أحلى عرض على السنة الجديدة ولفترة محدودة. العرض الأول تاخذين الشامبو، شوفي حجمه شقد كبير ما شاء الله، ولا يا بقيت شيء يمكن كل شيء هواي اصلا اي هو اي بقى عندي، بس اذني نسوان اخويا يكشفوا لنا خصوصا زنوبه ذيك. لا شامبو والمكيف والسيروم 45,000 والتوصيل مجاني، ماشي الحال، متفقين؟ هذا العرض الاول. شوف العرض الثاني، العرض الثاني يا بعد عيون شهوده انتو، شامبو ومكيف هدا الحيل هالقد ما ثقيل، شامبو ومكيف وحمام زيتي بيش 50,000، استغلوها لأن العرض لفترة محدودة بس، والتاكسي على حسابي، توصيل مجانا. والعرض الثالث يا حلواتي الجميلات أيضا ليفوتكم، شامبو وكونديشنر وللتساقط إكليل الجبل، هذا اللي يجنن، اللي تخليه على فروة راسك، وأيضا ما يحتاج حمام لأنه هو مو زيتي. هذا العرض ب 55,000 دينار فقط، استغلوا هاشكو. مرت صديقي صديقي متضربة، مو قلت أعطيك إياه بس أنزله. أنا قلت له بس خليني أنزله أوكي ولحق أخذه، ترى ماكو هيك شيء، ما لا مستحيل. يلا استغلوا العرض ليفوتكم، يجنن. العرض الثالث يجنن.